بديلا عن بيتري الذي ترك الملعب، ملعوبة إلى بدر المطوع ويحاول الآن كرة العرضية، الكرة تعود وخطرة ويلعبها، الله يا سلام حلوة. واليوم عبد الرحمن القحطاني شهيته مفتوحة، هدف أول من كرة ثابتة، والآن كاد أن يأتي الهدف الثاني. شوف بدر مطوع عملها بمكان سليم وتلعب على طاير بالقدم اليسرى من عبد الرحمن القحطاني، وهنا فيكتور بيلعبها ولكن حارس المرمى وبيمرر الكرة للأمام ومحاولة للمرور، أوه عدى وراح كرة معاه قدام المرمى الآن ويلعبها عرضية وخطرة، سعود حمود طريقك سمح يا سعود حمود، ليش تأخرت والطريق حلو، ليش لعبت، روح كمل طريقك، دربك خضر يا سعود حمود، دربك خضر لكن تأخر وخاف من يقولون عنه ناني. سعود حمود ماشي معه والمرمى أمامه لكنه مرر بالأخير، أعتقد لو كان مسدد في على كل الكرة بتعود من اللاعب أحمد الدوخي ويلعبها إلى المطوع، يا سلام تمريرة حلوة ويلعبها مرة ثانية وممكن يشوت بشماله شماله شماله يحطها، الله لقطة رائعة وحلوة، لكن شوف بدر المطوع مررها بدهاء وعداها بذكاء وراحت بكل إيثار، لكن سعود حمود ما مشت معه، لاحظ حطها بيسارة بفكرة سليمة وبلقطة رائعة، لكن هنا تلعب لعبد الرحمن القحطاني لكنها ما تمضي، محاولة بدر مطوع يلعبها، يا سلام تبريرة قاتلة ويحطها، الله ويتابع ويعد مرة ثانية ممكن يحطها ويصلح لبدر مطوع ويحط، الله مرة ثانية الخطورة مشتعلة هذه الهجمة، ما انتهت صلاحيتها بعد، واحد من الأسماء الغائبة عن فريق النصر لكنه يتفاعل، هو غائب بالاسم وفي الميدان لكنه حاضر، كرة ملعوبة خطرة وحالة انفراد الآن ممكن تلعب فيها جول فيها جول فيها جول زادت الهجمات الضايعة، نصراوي عتيبي ابن النصر يتقدم الآن، تمريرة أيضا جيدة وفي الحقيقة هفوات ناحية اليمنى، سعود حمود بيمرر ويحضر وشايد، إنما ادعيع بالمرصاد لمحاولة عبد الرحمن القحطاني تسجيل ثنائية، شوف حضر الوشات بشماله لكن مسكر الزاوية بدر ادعيع، يحتاج إلى هدف ثاني، وفي قروة يخطف الكرة بسرعة ويطلبها بدر المطوع، والمطوع الكرة معاه الآن بيحاول يمر بدر المطوع ويتلاعب ويتقدم يحط بالجول، الله طرف أصابعه صادها وكاد المطوع يثني النتيجة، شوف 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 لعبها ولقى ثقرة وشاتها، لكن طبعا أتمنى أن الأمور قد تكون هدأت الآن، والمحاولة والهدوء ممكن في المرمى، بدر بدر بدر، الله يا بدر المطوع جيته كرة مقشرة ويتقدم ويحاول رفع راسه وحاول يحطها ويعلقها وحاول يسقطها على حاقة السابعة حتى الآن وحتى الخمس دقائق الأخيرة، كرة اللي الله الله حلوة اللقطة وضاعت على فريق النصر، ثاني الأهداف بدر المطوع، بدر المطوع شوف رأسية رايحة باتجاه الزاوية وقريبة من القائم اليمين لكنها عدت وإلى خارج الملعب، بدر المطوع اللي يتمنى طبعا أن يستقر نفسيا باستقرار احترافه مع خير ياسر القحطاني، كرة ملعوبة تعود إلى أحمد عباس ينقلها في مكان خطير ما في تسلل وبدر، الله يا بدر شلون ضاعت شلون ضاعت، المرمى أمامك وحارس المرمى يدعيع ينقذ الكرة خطرة تلعب كرة ملعوبة الآن للرياض، نقترب العشر دقائق كرة خطرة الآن حالة انفراد ويحطها بالجول، الله يا فيقروة يا فيقروة، الكل نهض وقام من محله، اللاعب الأرجنتيني كرة ما في أمامه إلا حارس المرمى بدر الدعيع ولعبها بتفكير سليم سقطها، هي اللقطة الرائعة لفيقروة لكنها اخطأت المرمى
ومرت بمتر عن عموما هذه اللقطة الأبرز في الدقائق الماضية وضاعت على اللاعب المحترف الأرجنتيني